A simple town, a broken home. But you let me in through your door. In you I found my only hope. So what are we waiting for? مرحبا أصدقائي، وياكم نصير. ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي كريم كراميل. راح نحتاج 4 كواب حليب، كوب وربع شكر. أنا هنا مقسمة على 3 كوابة، نص بنص بربع، وهذا الربع الأخير ضايف له رشة ملح، وعندنا 10 بيضات وفانيلا. وهسه يلا خلينا نبلش. أول شيء راح نسويه هو الكراميل. نجيب طاوة نخليها على الطباخ، ونضيف بيها نص كوب شكر، ونوزعها على الطاوة بالكامل، نهزها يعني، ونشغل النار جوا على نار متوسطة، ونعوفه ما نحركه بعد أبد ولا نضيف له شيء، لأنه أي شيء طخ الشكر رأسا راح يتبلور ويخرب عندنا الكراميل. وإذا ردنا نحركه نحركه بالطاوة بس، يعني نزم طاوة ونهزها، وهذا كلش كافي. وهناكم ملاحظة مهمة، من نشتغل بالكراميل نخلي القالب اللي راح ندير بالكراميل قريب علينا وبصفنا حتى ما ننخبص، لأن يعني درجة حرارة الكراميل توصل لـ 160، وهاي درجة حرارة خطرة يعني. وهنا أنا أول 5 دقائق راح تحسون إنه كل شيء ما يصير، فهو شوية راد لصبر يعني، راح يبدأ يذوب. بعد شوية نعوفه لحد ما يذوب بالكامل. وبعد تقريبا ما ذاب الشكر كله نقدر نحرك الطاوة بهالشكل هذا. وهنا بعد ما ذاب الشكر بالكامل نقدر نخلطه، وطبعا احنا نريد لونه يصير شوية طوخ بهالشكل هذا. اول ما نشتم خيط الحريق يكون عندنا جاهز، معناتها نشيله ونديره بالقالب مالتنا مباشر، ونحاول نوزعه على كل القالب بهالطريقة هاي. وهنا ننتبه انه القالب راح ترتفع درجة حرارته وراح يصير حار. وبعد ما خلصنا الكراميل راح نجيب صينية نخليها بالفرن وندير بها ماء ارتفاع تقريبا 1.5 سم الى 2 سم، ونشغل الفرن على درجة حرارة 160. وهسه اثناء ما يحمل الفرن راح ناخذ نص كوب الشكر الثاني ونديره على الحليب، ونخلطه شوية ونخليه على النار، نار هادية يعني، ما نريده يفور، نريده يوصل درجة حرارته 75 الى 80. وبعد ما حطينا الحليب على النار راح نجيب كاستين، نخلي بالكاسة الأولى 5 بيضات كاملة، وهسه بعد ما خلصنا 5 بيضات راح نحتاج 5 من صفار البيض. نكسر البيضة ونفصل الصفار عن البياض بهالطريقة هاي بالقشر، ونحولها من جهة للثانية لحد ما يفصل الصفار عن البياض. هاي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية راح نكسر البيضة ونديرها على ايدنا، ونخلي البياض ينزل من بين اصابعنا ويظل بس الصفار، وانا افضل هاي الطريقة. وطبعا نستخدم هنا كاستين افضل، ليش؟ حتى خاف تنكسر عندنا بيضة ويخبط الصفار للبياض، نتجنب هذا الموضوع. وراح نكمل باقي البيض بنفس الطريقة. بعد ما كملنا البيض بقعدنا هذا البياض، ممكن نستفاد منه نسوي بيه كريم للكيك او نقليه. وبعد ما غسلنا ايدنا ونظفنا المكان راح نجيب البيض ونخلي عليه الشكر ورشة الملح ونخلطه زين. طبعا هناكم ملاحظة يعني، ما نخلطه ونخليه وقت طويل مخلوط، لان الشكر راح يطبخ البيض. Now what are we waiting for? You and I, bound for life, always be together.
وهسه بعد ما جهز الحليب ووصل درجه حرارته 75 مثل ما تشوفون. طبعا واللي ما عنده محراب ماكو مشكله يعني يخليه على النار وقبل ما يفور يشيله. وهسه راح نضيف الفانيلا على الحليب ونخلطها زين، وبعدها ندير الحليب على البيض بالتدريج شويه شويه، ندير شويه ونخلط، ندير شويه ونخلط، لانه اذا ضفناه بالكامل مره واحده راح ينطبخ عندنا البيض وهذا الشيء احنا ما نريده. وبعد ما خلطنا الحليب والبيض بالكامل راح نديره بالقالب وندخله الفرن لمدة ربع ساعة. وطبعا هنا الفرق بين الكاستر والكريم كراميل انه الكاستر قوامه شبه سائل، هذا قوامه راح يتماسك يعني لانه استخدمنا بيض كامل مو بس الصفر. وهنا بعد 15 دقيقة راح نشيك نشوفه جاهز لو لا، شلون نعرفه جاهز؟ راح نهزه راح نشوف هاي الحركة عندنا شلون امواج المي، من نشوفها معناتها جاهز. وهنا بعد ما جهز راح نطلعه من الفرن ونخليه يبرد بالكامل، بعدين نخليه بالثلاجة أقل شيء 4-5 ساعات. وهنا انا خليته بالثلاجة طول الليل وهذا صار شكله. راح نجيب سكينة ونجي على الحواف نفلتها خاف لازقة بهالطريقة هاي. وهسه راح نجيب صحن تقديم ماتنا ونخليه على القالب بهالشكل هذا ونقلبه. وطبعا الصحن لازم يكون اكبر من القالب حتى نخلي مجال للكراميل، واللي يخاف انه يكون لازق يعني ممكن نخلي القالب بمي دافي لمده دقيقه قبل ما نقلبه. وهسه صار عندنا جاهز، اوافع قلوبكم ومع السلامه. What are we waiting for?